يا حبيبي منقول السلام عليكم، منقول إن شاء الله خير، منقول لا يصيبنا إلا، ندعي باللطيفية، نشيل السلاح من قلوبنا. ما بدي جيش أبدا، في جيش داخلي، هذا الدم هو جيش أحمر وأبيض. بدي الخضر، هالحوار بين موسى والخضر، هالحوار مع الأنبياء مع بعضها. كلنا من نور، كلنا جايين تنزرع سلام. معقول الشيطان يغلبنا هيك؟ إلا عبادك الصالحين، يعني واحد بالمليون. نهر صغير بنشف بالصحراء. كم حرب عملنا باسم الصليبية؟ وقت اللي إجا فرانسيسكو لهون، شو قال له الخليفة؟ قال له راح أقول لك شو هو المسيح في الإسلام، شو قال محمد عن المسيح. اعتذر فرانسيسكو، ترك سيفه وقال له سامحني، ومشي والدم يجري من إجراءه، وقال له رايح ابني كنيسة المسيح الحقيقية. احضروا برادر سان سيستر مون بصوتي عم حط كنت، وأنا عملته كله، بس تنقول أربع خمس أفلام ممنوعين، حطيت فلات لاينر، برادر سان سيستر مون، دايت فور نيو أمريكا، كلها بايو انرجي، كيف بتشفي بالطاقة، انت بتشفي حالك، ما بدك حدا يحط ايده عليك. الماما والبابا هني بيطبخوا بالبيت، واذا انت شاب وانت كمان طبخ. بدنا هلا الطبخة النبوية الشريفة، ما بدنا هيك عايشين بالخوف، دفو ما تروح لو ما تجي ما تجي، لا، اعقل وتوكل، ما تدير ظهرك للدبابير وطول على الله التقدير، لا. بيقول الحكيم هون: كنت أبكي لأنني أمشي بدون حذاء، لكني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا ما عنده أجرة بلا قدمي. دائما قل الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من عبكرة مفتع عينينا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله عم نمشي، الحمد لله صحت هذيك اليوم، بس في حد كان شجرة هيك مربعينا مدري كيف مسكتها بستها وهيك. بعدين أنا ماشي طلعت، قال لي بهلة أنت لشو بستيها؟ قلت له إيه بهلة، ما قلت له لا. لا أندم على أي شخص دخل حياتي، فالمخلص أسعدني والسيء منحني التجربة، والأسوأ كان درسا لي، أما الأفضل فلن يتركني أبدا. بضل يحبني شو ما كنت، هذا هو الصديق، هي نتفتش عليه، صعب تلاقيه، بتلاقيه موجود، هو بيقوى وأنا بقوى، اثنيناتنا من قوي وعدنا بقوة التقوى، بقوة المحبة، مش محبة القوة. آخ، لماذا نغلق أعيننا عندما نضحك بشدة، وعندما نحلم، وعندما نتعانق، وعندما نبكي، وعند الخشوع؟ ليه مغمض عينينا؟ شو ما عم نعمل هيك؟ لأنه أجمل ما في الحياة لن تراه بعينك، بل تشعر به بقلبك. كيف بدي أقول لك إني بحبك؟ بالكلام، بس هي كلام بكلام. الأولاد الصغار مثلا يقولوا دي بونجور، دي ميرسي على تيتا، اتركوه عم بيقولها بلا ما يحكيها، الكلام رخيص لولا قهر الحال لما بحتوا بالمحال. صاحب التاج محتاج، ما في فرق هيدا كبير وهيدا صغير، لو ما في فلاح ما في ملك. مشان هيك حلم عنا كبير بالعالم، نفتح المدينة الفاضلة، يجوا كل الأغنياء ماديا، وبيجوا كل الأغنياء بالإبداع كرياتيفيتي. أنت بتشغل هي بتعطي مصريات، بصير هيدا غني وأنت غني، هيدا فقير وأنت فقير، هيدا مبدع وأنت مبدع، بتصير مدينة الغناء، استغني عن الدنيا. مشان هيك وقت بدك تجيب حدا يشتغل ببيتك، أنا بحبه كثير لجورج، كان صغير سنجري كهربجي هيك شيء، هلا رح يجوز اولاده، خربت عندي المكيف، قلت له جيب لي واحد غيره، قال لي لا بدك تدفعي حقه غيره، انا بصلحه، قلت له شو؟ خلص تصلح، ليش بدك تشتري غيره؟ شوفوا الاخلاق اللي عنده اياها. قال له ما عايشه 40 سنه،
وشعبه بالزريعة بيعرف أي هي الميتة بيغيرها، هي بيعملها كله عندي بيهتم بالزريعة شعبين وليلى بالطبخ وبكل شيء والنظافة بالبيت وهي، وجورج كهرباء كل شيء. خلصنا، بقعد بالبيت بقرا وبكتب بحط هالكتب وانتو اللي بتصلحوا. عارف في واحد كان يرسم، حط الرسمة تبعه هيك على الطريق وكتب تحتها شوفوها شو حلوة. راح تاني يوم قال له جرانبا ليك شو مخرجين عليها كلهم مخرجين هيك، قال له رجعي ارسمها مثلها وحدة تانية رسم. راح انا وياه هاي الرسمة وانتو صلحوها شوفوا شو في اغلاط فيها وصلحوها. لا كلهم كاتبين جميلة ثانك يو شكرا. قال له المهم كيف بتسأل، ما تفرض علي انك افهم. والله ذوقي لي هالطبخة ان شاء الله منيحة على ذوقك. إيه الحمد لله. إيه لا طيبة منيحة. اوقات من الشم بتعرف اذا الاكلة مالحة حلوة بدها هيك بدها هيك بدها هيك، لانك من قلبك عم تطبخ يعني حواسك كلها هيك عندك هالانتويشن عندك هالحدس. عشان هيك بدي اجرب انه نقول قد ما فيكون نحن نكون عنا تحية هون. رجال كبير بالعمر راح لعند الطبيب الصبح قال له خلص لي بكير لأنه بدي روح على مرتي. قال له دخلك بدي أسألك، مرتك معها ألزهايمر وخرفانة وما بتعرف شيء، بدك يعني إنه هلا دغري شلك لك هي وعمل لك هيك تروح لعندها؟ ما هي ما بتعرفك. قال له صحيح معك حق، هي ما بتعرفني بس أنا بعرفها. نعم حلوة كتير، شوف شو حلوة بحطوا زهور وبيبعتوا لي اياها بزهور. الولد اللي كب الحليب على الارض هل رح تضربني امي؟ ايه قالت له صرت بترسم. جوني يو ار جود بينتر، لك كيف مش الحليب وهيك اذا وقعت من ايدك وهيك، كيف اذا رحنا جبنا ريشه وقلم ووراء وقعدنا نرسم وطلع ابنا من كبار الرسامين وبيقول ما تعلمت الا من امي لانه ما خوفتني وما قالت لي بدي هيك، ما خفت انه لاني عملت غلطه، بالعكس انبسطت انه من الغلطه نتعلم وين نغلط. نعم the easier to criticize but هين انك تنتقد، بس بدي صلح الغلطه اللي بعملها. يا الله قد ما فيكم بيقول بس تشوفوا الغلطه ما تجربوا انكم تفضحوها، هي منا غلطة، هيدي ستيبينج ستون خطوة، يا حجر عثرف تتفركش فيه أو بتستعمله هيك درجة سلام خطوة سلام إنك تطلع من مطرح لمطرح. هاي مهضومة من مرة يعني تسكر الفرماشية أنت عندها. قال في واحد قال له شو بتشتغل أنت؟ قال له أنا بشتغل بمعمل أكبر معمل بأمريكا لميزان الحرارة. قال له شو بتعمل؟ قال له كل ميزان قبل ما هيك بدنا نجربه. قال له هاي شغلتكم؟ قال له ايه بنجرب الميزان كلنا قبل ما نحطه بالعلب، لازم نعرف انه الميزان بيقدر ياخذ حراره الانسان. هلا الانسان بيقول له تذكر انتبه شو ما كان شغلك صعب على القليله انبسط كثير بقبل شغلك قبل ما يصير في اكسباير تايم، لانه الميزان الحراره كلها بدك تستعملها الأول تتشوف إنه ماشي الحال. إيه كلهم حطوهم حطوهم حطوهم. ما الأم هي وعم تشوف التلفزيون مع بيبروني ومع ميزان حرارة بدها تفحص حرارة ابنها. ابنها بيحضنها بس عم تفرج على حمير السلطان. بدل ما تحط الميزان دحشت له البيبروني تتشوف تدحشها لأنه بالها بحمير السلطان شو قال له وشو قالت له ومين حبها ومين بتحبه أكثر. وهيدي مين بقى توقعهم بداهية بتمنك شايفتيها إنه هيدي آلة مثل السينما، هاي آلة وهاي آلة وأنت بالنص آلة. الكتاب خير جليس، كلنا بدنا نرجع إلى
الحقيقة اللي عاشوها جدودنا وأهلنا. أنا أول مرة أمي نزلت على بيروت وإجت وتخبروا شو فقرة نحن. ليش يا روز قولي عندهم شي بيعملوا هيك بتضوء مثلنا بنحمل قنديل هيك بتضوء؟ يا الله كل يوم بيأكلوا لحمة كل يوم، مش مرة مرتين بالشهر إذا الأبونا قال إيه ومين أبو أنطون بده يذبح وشقفي هالقد ونحط برغل هالقد تنعمل كبة. كل شيء شو اسمها كهرباء، بعدين في شيء بيحكوا فيه هيك بيعملوا هيك وبيحكوا. يا الله شو نحن فقرة. قال لهم بيي نحن الأغنياء وبكرة بتشوفوا شو راح يجيكم أمراض. صارت تروح البوسطة نهار اثنين تجي نهار الحد من بيروت، اللي جايب سكر اللي جايب هيك اللي جايبين فويكه اللي جايبينها طلع شوفوا بدوما. قلت له يا ابونا يعني اكثر من بيروت سترينج قدامه ورا و... قال لي ما فيني ليون. قلت له انت هيك بدك، الاناء ينضح بما فيه، هذا اللي وصلنا مطرح ما وصلنا يعني. نعم علم اسمه ديجافيو، ديجافيو وديجافيكو، ولا موقع باللغه العربيه ثق بنفسك www.thaqafnafsak.com. ثق بنفسك حتى بالعربي وبتصير تشوف. شو هي هلا هالقصة اللي عم بيشوفوها هلا هون الناس؟ قبل ما توقع الحادثة بيشوفوا، مثل انا ولد صغير عرف انه بده يصير في انفجار حد وقتها سمير قصير يلي بوم 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 وما فهمت، بعدين بوم 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 عمل بيبي دم طلع الانفجار، صار يفسر بوم 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 ما اني ما فهم مني. في منهم بيشوفوها اسمها ديجا فيكو قبل ما تطلع بيشوفها، وفي منهم ولد على راس الشجره بصير يقول لها لتسيتا لامه في سياره لونها خضراء جاي لعنا لحيها زين نبيل روح دروس انا عم بشتغل لحتى لحقتك بالمدرسه وادفع لك قسط حاجه تعبش على الشجر، بس تيتا في سياره خضراء لونها هيك وهلا جايه رح يوصلي توصلي بيعملوا راس طلع راس الشجره. في منهم بيعملوا صعود السند بريس جوا، بيشوف الكشف. ما تقولوا مش مثل هول عم بيعملوا تحاليل و... لا بطلب منكم كلكم ما تقولوا، بتشوفوا اشارات، هيدي الاشاره الكم والشرح الكم. The interpretation is wrong، شرح الاشاره غلط، المفسرون هم المفسدون في الدنيا. مثل ما انت تشوف انت بتشوف انت بتشوف كلكم اعملوا ميرور جيزنج، المرآة المؤمن بتصير تشوف الكشف. بس قال الحبيب ألهانا التكاثر حتى عشتم وزرتم بالمقابر، خلصنا ما بدنا اياها، لتكن مشيئتك الان هو الزمان والمكان، خلص بين كل نفس ونفس في موت وقيامه. فاطمة الزهراء فاطمة البتول، كل لحظة عند غفران عند هيك بتفهم هيدي البتولية، نحن ما فهمنا شيء. عشان هيك اليوم قصة هالبنت ببريطانيا عم بتغير العالم، عمرها 4 سنين كل الوقت مثل كل الاولاد بيلعبوا بها، بس هي لواء ايديها ولواء جسمها. هالاطباء ما قدروا يعرفوا شيء. صاحب شيخ صوفي من اهل الذكر قالوا لهم هي القصه من زمان ما كان في هالاله تتحكم فينا، نحن كنا نتحكم بالحمار بالسياره، انت سيد حسيبه رقيب على نفسك. هالبنت خلقت من هالاجيال ضعيفه ضعيفه من جيل لجيل، الام والبي ما بقى عندنا لوب كان عندنا بالاول، هيك شيء طويل هون. لشو ليه منك دارس؟ لشو ما عرفت مثل الحمار درسك؟ يعني عندها وعي، عندها طاقه. المره بتحط حلق تجوزني انا بجيب اولاد منيح، صارت تحط حلق هون هلا البنت. هالبنت جيل ضعيف من اجيال ضعيفه، شو بنعمل؟ قال مثل ايام زمان نقطعت الكهرباء بنيويورك، نقطعت الكهرباء بلبنان، احنا على طول نقطعت هون. عدوا تسيروا مع بعضكم، خبروا قصص وحكايات. ليلى والذئب، صارت ليلى والذئب ضد سته، كانت ليلى وسته ضد الذئب.
تحكوا قصص، احكوا حكايات، خبروا ايام زمان، اسالوا مين في بالضيعه مريض، مين في جوعان، مين في عطشان، مين هيك مين هيك، نتعرف على بعضنا. بنبقى حدا يعرف حدا، بنبقى قاعدين على السفره كلنا. الام تعالوا تعشوا، تعالوا تغدوا، السفره حاضره. كان كل صار هيك على الطريق، وهيدا مبين سترينج كله هيك قاعدين وهي استخدمها عند الضرورة. وإن تكون الخادم مثل هيدا السعودي راي على السعودية، قال شو رح تشتغلوا؟ ما في شغل هونيك. قال لهم بشتغل خادم الحرمين. كل واحد منا خادم الحرمين، كلنا عندنا الكشف وعندك الرؤية وعندك الحلم، والكتاب محطوط بالعربي على المواقع. نعم، الأحلام والرؤية كيف بتحقق أحلامك كل أو أفكارك، حتى الحلم السخيف البسيط فيك تقوي وتقوي فيه. هون بحب اعتذر، ما نسبهم، لكل رجال الدين يحطوا فتاوي مثل هاي، إنه يلي طالع عنده أمل براسه ما عنده مي يتوضى، ولكن اترك الأمل ياكل لك راسك، أنت بتكون مجاهد وتموت في سبيل الجهاد وتنكح الحوريات وهيك. يعني هالوسخ اللي بيجي براسنا ما بيجي من أكلنا وعدم الحمام. انتبهوا شو عم تاكلوا، شيلوا كلكم المواد الحيوانية بكل الأمة العربية بلا خاص، من الألبان والأجبان كلها فيها أدوية محسنات. شيلوا الخبز، اعملوا بعجينة خميرة بلدية، خميرة الغطاس عند المسيحية، وبتبرم بكل الضيعة. ساعتها ما عندك ريحة وما عندك ريحة عرق، لو ما تحممت بتشتت الدنيا. عم بتحممك، خلي المي تنشف عليك. نعم، مرحبا مريم. من فترة كنت تحكي كتير عن نبتة المورينجا، عرفت انه هالنبتة منتشرة كتير بعالمنا العربي وخصوصا بالسعودية وبالخليج، انا شفتها بمناطق كبيرة مطرح ما انا عايش. اسمها بالعربي نبتة البان وليس اللبان، نبتة البان. انا من فلسطين وعايش بجدة، ولقيتها في ابازير، جبت النبتة والبذور وعاشت عندي، مع انه رحت مرة تانية عندهم تأجيب كمان شتلة، قالوا لي انه الشتلات ماتوا، حيحاولوا يزرعوها مرة تانية بمزرعتهم، ولكن عندي كبرت وعاشت بالبيت. هون بحب اقول لكل اللي عندهم هالنبتة وهالشجرة، تطلع وين ما كان، بأي بأعلى أعالي الجبال وبالمي، اسمها نعم أكل آلهة الدنيا. أنتوا أنا والحيوانات بناكلها. المن والسلوى منو أكل، منو وسلوى بالجنة. في ناس عايشين على المن والسلوى، جسمه ما بقى بتتنفس، كلاني قليل من المي، أكثر عم بعيش على الهواء، بعدين بفوت بالنفس. المورينجا موجودة بكل العالم وبالعالم العربي وعندي بالبيت. بيت مر ويمون وبعطيكم البذرة، وفي منهم زرعوها وطلعت. ومعنا أخ وزميل إلنا هون بالنيو تي في اسمه لبيب، زرعها وطلعت على السطح. اللي عنده إيد خضرة وبيعشق الزرع هيك، بعرفكم على كمال عباس، ما فيني إلكم، بده يروح يشوف أولاده بدبي وبسلطنة عمان وهيك، بس عنده عصفور. قال لا اخته ليكي هيك بتفتحي له تمه، هيك بتنقطي له المي، بس صقيتك انت جيت. اذا شاف كلب على الطريق مدعوس ما بيقدر، بده يروح يدفنه. عنده عشق للطبيعه، للحيوانات، للزريعه. هو بسلطنه عمان، قال لي ليكي سرقت. قال له شو سرقت؟ قال لي عنده شتله نحن ما عندنا اياها، بالليل بتغطي حالها وبالنهار بتفتح لونها موف مثل الفراشه. طلعت ما حدا شايفني، سرقت شتلة عرق حطيتها بمي وقطن وشاشة، حطيتها بشيز تاني بشتة، وجيت لهون زرعتها بلشت تفرخ. صفى عمرك، قلت تطلع هون؟ قال لي كل شيء، لأن هو إيده خضرة بيطلع عنده كل شيء شو ما زرع. عايش مطرح اسمه الرجمة يمكن، وعنده شيء اسمه جسر القاضي. بتمنى بجسر القاضي اني تتقدم هالارض
فيها شلالات ونفتح نحن بيوت بنحط فيها تخشيبة لكل واحد عرزال، وأهلا وسهلا بكل اللي بحبوا يجوا يعيشوا ويموتوا بسلام معنا. بيت الله اسمه، نعمل بظهر الصوان جسر القاضي، في بيوت كتير لأمة عرب بنوع خاص، يعني ما في حدا، كيف مسكرينا؟ هذا بيتك أبرك، مش أخير الموت بتندم. هلأ السوريين إخوتنا اللي عم بيجوا لهون، هالبيوت المسكرة كلها، يعني لو حاطت حارس افتحوا، مين الحارس؟ يعني هو الملاك الحارس اللي حارسنا كلنا. فإذا شو عم نعمل فيهم؟ لأنه سنة أو شيعة أو كاثوليك أو بروتستانت أو هذا إنسان. رح أحكيها وتشوفوا إنه مين ما إجا على أي بلد من عنا تعرف إنه كلنا أخوة بالروح وكلنا أخوة بالجسد وكلنا أخوة بالتراب وكلنا أخوة وين ما كنا. لحين خبرتكم سويسرا كيف بيتعاملوا مع الحيوانات، البقرة إلى اسم وإلى شهادة ميلاد، مين بيها ومين إمها ووين أكلت ومن هو صاحبها وعند مين بدها تروح، وبدنا نعرف وين بدها تروح. هاي الدولة بتعرف مع جواز سفر، يعني معلومات كاملة مين بيها ومين إمها، وبتعرف قديش نسبة الدهن اللي عندها. البقرة عندهم هي البترول عنا. سورة البقرة، الله احترم كل الحيوانات، النمل والنحل والبقرة والعنكبوت. نعم، نعمة الأنعام كلهم حطوا الإحسان إلى هالحيوان. هلا المجاري بلندن مثل المجرير، نحن عنا المجرير صارت كلنا عم نشرب مية مجرير، وإذا وقفت المطارات عن البيوت اللي بنينا على المجرير مطرح ما طميناه هون طمينا البحر، بيموتوا كل الناس اللي على البحر. المجاري في لندن أفضل من بيوتنا، بتروح بتعمل سياحة بتتفرج على المجاري. حطوا خواطر وشوفوا شو عمل الرجال، شو عم بيعمل. شكر إنه في واحد بالسعودية عم بيحط هالعلم بحقيقة وبفهم وبفن وبأدب وبدين. المال العام وين عم بيروح؟ وين عم بيعوم؟ هالموارد اللي عم تنهدر بفرجيك اياها باي بلاد عم نكبها، ليش عم نكبها؟ ليش ما بنعطيها للفقراء تاكلها؟ ليش واحد تستحي فيه انه ابنك سباك بلامر سنجري؟ نحن بلبنان وبوين ما كان بامه العرب في عيال خياط نحاس حلاق ساعاتي حداد خوري شيخ، كل واحد عنده مهنة. ما تستحي بمهنتك، المهنة منا مهينة، مهنة نعم هي مركزك. كلنا لازم نفتخر بولادنا، المهم شو ما عم بيعملوا من قلبهم. أنا بحب أرسم، ولدك صغير اتركه من هو صغير عنده الإبداع يرسم. أنا بحب أطبخ يطبخ، أنا بحب ألعب مع البسينين، اتركوا هالإبداع اللي عنده. كرياتيفيتي ممنوعة بأمة العرب، بنعلمه مثل ما بدها المدرسة المعلمة، هي اللي بتدرس هي اللي بتعلم، والأستاذ هو هيك وهي هيك وهي. لا، إن شاء الله يكون معنا وقت نقدر أحكيها، وإلا منكفيها بكرة. سأل يوما طفلا أباه عن المخلوق الذي اسمه المرأة. معي وقت؟ دقيقتين معي وقت، بكرة منحكيها. بس تتشوفوا قديش كلمة امرأة مرر، مراية، مرآة بلغات كتيرة، مرآة المؤمن. هالمرأة يلي كانت محتقرة، شوف جبتوا بنات على أيام عمر، بس لما اجى الحبيب محمد أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، الجنة تحت أقدام الأمهات. ولكن الأمهات الصالحات مثل واحد اليوم قالوا له كل واحد تاني يوم بدي أجيب هدية للمعلمة وللأستاذ، قال له أنا جبت لك تراب من الجنة. قالت له كيف؟ قال له ما الجنة تحت أقدام الأمهات، أنا أمي بتمشي هون وبتزرع وهي جبت لك تراب.
براءة الأطفال من وراء الأمهات. اليوم ما بقى عنا لا أم ولا بي. ما كان في من زمان مرتي وجوزي مدام مسيو، كان في عمي، العم بعم والأم بتلم، ولكن بنت عمي وابن عمي أنكل أنتي بتضيع أيامي، ما يقول مرتي، ما حدا بيملك حدا. فإذا نرجع إلى هل البراءة وهالطفولة ومنقول شوفوا هالصورة منين هي فيها، شوفوا هالبنت وهالصبي بالسيارة بالطيارة، هلأ أخوة هن ماسكين إيدين بعضهم، بس بعد شوي بيكبروا بصيروا، بس يتجوزوا بصيروا أولاد عم، بعدين بصيروا غرباء، سلفي وسلفتي وابن عمي وبنت عمي كانوا من زمان. كيف فينا نحافظ على هالبراءة؟ خليكم في هالبراءة وبهالفطرة ودرسوا الحكمة. من طلب الحكمة، منا بالعلم هاي، من طلب بالحكمة أوتي بأشياء وأسرار كثيرة. ساعتها بترجع إن لم تعودوا كالأطفال. عندك الحكمة؟ لا ما بدي أقتل، لو قالوا لي ما بقتل. مالك حرام، ما فيني حلل، ومين بيقدر يحلل؟ يلي بيقدر يحلل خليه يحلل. الحرام في سبيل أهل الحرام، وهيك كلنا منعيش بالحلال.